استنكر مجلس محافظة الأنبار في بيان له أعمال التخريب التي طالت بيوت ومزارع المواطنين في قرية الحامضية بجزيرة الخالدية على يد من اعتبرهم ينتمون للحشد الشعبي، وطالب قيادة العمليات المشتركة بالتحقيق ومحاسبة من قام بذلك. من جانبه نفى قائد الحشد الشعبي في الأنبار رشيد فليح هذه الاتهامات، والتفاصيل من عمر العبيدي. على خلفية الاتهامات التي وجهت للحشد الشعبي بهدم دور وحرق مزارع في قرية الحامضية في جزيرة الخالدية، عقد مجلس محافظة الأنبار اجتماعا استنكر فيه هذه الممارسات، وطالب العمليات المشتركة بالتحقيق فيها ومحاسبة المقصرين. نستنكر ونرفض بشدة أعمال الحرق والنهب وتجريف وتفجير منازل المواطنين، وإن هذه الأعمال الانتقامية تسيء للمقاتلين الأبطال وتضحياتهم، ونطالب العمليات المشتركة بالتحقيق في هذه الأحداث وبيان المقصرين ومحاسبتهم كي لا تفسد علينا فرحة النصر والتحرير. قادة الحشد الشعبي الذين شاركوا في الاجتماع نفوا جميع الاتهامات الموجهة لمقاتلي الحشد، مؤكدين عدم وجود أي اعتداء ممنهج على ممتلكات المواطنين. لن يحصل عملية حرق أو تدمير أو هدم لدور بشكل ممنهج إلا بما اقتضت عملية القواعد الاشتراك القريب، بيت تطلع من عنده رمانة، بيت تطلع من عنده قناص، بيش يردون عليه بالزهور والورود، يردون عليه بصاروخ أربيجي، يردون عليه بقورنيت، فممكن البيت يتفلش أو يدمر. وجدد مجلس المحافظة مطالبته لرئيس الوزراء بعزل محافظ الأنبار صهيب الراوي من منصبه كونه خارج المحافظة لحين استكمال الإجراءات القانونية لاستجوابه وإقالته من قبل أعضاء المجلس. كان لزاما عليه أن يتواجد في المحافظة ويساهم في إدارة الملف الأمني باعتباره رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة مع القطعات العسكرية وكذلك الملف الخدمي، وأن التهرب لا يحل مشاكل المحافظة، ولذلك نطالب دولة رئيس الوزراء بسحب يد السيد المحافظ لحين إكمال الإجراءات القانونية لاستجوابه وإقالته. من مدينة الرمادي عمر العبيدي، الحرة.